يزن. حرام. طب مش كنت تستني نصلي سوا؟ لا ده مش العشاء، انا بصلي ركعتين شكر لله، اصلا ربنا كرمني بيك يا محروس. والله العظيم ربنا كرمني انا، ده انا حاسس ان انا دخلت الجنه. انا هروح نحط الشاي على النار ونرجع نصلي سوا. خليك انت، انا هعمله لك. انا عايز اعمل لك شاي بايدي. الحمد والشكر ليك يا رب. والشاي الشاي الشاي اعمل لك يا حبيبي الشاي، بعد ما شفتك كنت الشاي يا حبيبي يا حبيبي الشاي 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 الشاي. يا بنت الكلب اوعي تحلفها عشان خاطري. لا احكي لك. تحكي لي ايه يا زين؟ ما تقتلهاش، ما تمسكهاش. اسماعيل ما تعملش كده، بتتخض. يخرب بيتك يا زينة، يخرب بيتك يا زينة، دي تبعك يا زينة. خضتها. ما تتخضيش حبيبتي، ما تتخضيش، ما تزعليش. تعبت يا فاضل، حاسه ان جسمي كله مكسر. كانت ليله سودة اللي قعدناها في القسم دي. الله يخرب بيتك يا فتون. اريحك يا حبيبتي. لا ما انا عارفه يا اخويا اللي فيها. يا اختي دايما فاساني كده. كملي الظابط عمل ايه؟ يا دوب هو قال لي الامن هيحفلوا علينا، وانا اترعبت قلت لا، وانا مالي ماليش فيه، رحت حكي له على كل حاجه. اوف 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 اوف، دي تلاقيها اتروقت. لا اتروقت ولا حاجه، ده يا دوب هم تلات اربع اقلام الظابط اداهم لها احتياطي، يعني علشان لو مخبيه حاجه تعرفها عن الواد. اختي ايه الساديه دي؟ وخرجت معاكي؟ دي ما عندهاش دم، وهي قال لي اللي زعلانه وهشتني من على باب القسم، ده هي اللي بلتني بمصيبه. ايوه بس طالما هي خرجت معاكي يبقى هي تمام، وطالما هي تمام يبقى اكيد راحت على بيتها. طبعا راحت على بيتها، هي لها متوى غير هنا او في بيتهم. طب قومي هزي. نعم؟ هو انت عارف انا ليا في الهز؟ يا حبيبتي فهمتيني غلط، قومي هزي طولك عشان نروح لها. حتى الهز ده ماليش فيه، عايز تروح لها؟ روح لها لوحدك يا حبيبي. وبعدين انا في حاجه عايزه اقولها لك بقى بصراحه كده. قولي. ده غير انها جابت لي هنا قتال قطه، لو كانت هتوديني في 60 داهيه دي كل اللي حواليها لبش، وجوزها تاجر مخدرات وفي السجن اهو، واختها كمان هربانه ومحدش يعرف لا هي فين ولا بتعمل ايه. ما يلزمنيش يا حبيبتي، ما يلزمنيش كل الهري اللي انت بتقوليه ده، انا كل اللي يلزمني حاجه واحده بس، طالما هي خرجت معاكي يبقى هي تمام. برضه ماليش فيه، عايز تروح روح لوحدك، مش هروح معاك. مش برضه هنروح لها؟ لا مش هروح لها. طب قومي اديني العنوان او اديني بوسه. طب اديني اماره. انت دايما بتصديني كده يا اخويا. خليك في العنوان، ما انا عارفه اللي فيها. حد يربي سحليه يا زينب؟ دي حربايه. اهلا وسهلا، شيليها بس من قدام انا مش قادر ابص لها. ليه دي غلبانه؟ لا بتهش ولا بتنش، مطرح ما بتحطها بترضى وبتوافق. والله العظيم. طب يبقى هاتيها تنام جنبنا يا زينب. دي مخليها معاكي ليه؟ اصل انا اي حاجه بحلمها بتتحقق، وانا حلمت بيها. بالحربايه؟ جات لي في المنام وبتتكلم. قالت لي ايه بقى؟ لا دي رؤيه كده. قالت لك ايه الحربايه يا زينب؟ قالت لي ان لو صاحبتها ربنا هيبعت لي ايام حلوه ويسعدني. فتاني يوم وانا على الكورنيش بفطر رحت شفتها فافتكرت الحلم، فرحت جايباها وجاي على طول. وبص ربنا حقق الحلم واكرمني بقدع راجل وبيت وعيله
ادعي بس معايا محروس ربنا يكمل الحلم ويحققه وتفضل معايا طول العمر. ربنا ياخدها. بص حلوة الوانها بتتغير حسب. حلوة ايه بس يا زينب؟ حلوة ايه يا زينب؟ تقولش كده برضه هتتعود عليها. بص جوزها لما جه يسأل عليها طلبت منه اصطفى، قال لي ان هو وقف شغله عشان متخانق مع مراته اللي هي عسليه. اهدى اهدى بس شويه علشان ماما عامله معايا مشاكل كتير قوي اليومين دول. بيس. المهم اتعرفت على الولد التاني اشيك بصراحه وكلاسي، ولد ديلر كده حلو احسن بكتير من راشد. راشد ده كان لوكال قوي. وانت؟ مفيش. منى عرفتني على ديلر بنت، انما ايه؟ هي واصطفتها احلى من بعض. بس كل ما اجي اكلم البنت الديلر دي تليفونها مقفول، مش عارف اصطف منين. هي منى ايه اخبارها صحيح؟ شو سنيفنج جات هوم ابوها قفشها. ضرب بقى وخناق وزعيق والدنيا اتقلبت. اتسوحت، خدها وداها المصحة. اللي حكى لي الحوار ده الواد كيكو ابن خلف. مصحة؟ دي فيها على الاقل شهرين مثلا. مش بادئ بدري كده على الصبح؟ بدري ايه بس؟ انا ما بقتش بعرف اعمل اي حاجه من غير ما اصطبح. اصطبح؟ مش لاقي عليك خالص اصطبح دي. الله يرحم. I come from London. انت بقيت قديم قوي. ازيك يا مو؟ هاي طنط، ازيك عاملة ايه؟ عايزاك. حضرتك سحبت من البنك 50,000 جنيه في شهرين بس، ممكن اعرف ليه؟ منى صاحبتي انتي عارفاها مسافرة بيروت وكانت محتاجة فلوس لحد ما باباها يبعتهم لها. ما بعتهمش قبل ما تسافر ليه يا ترى بقى؟ حصل مشكلة في تحويل الفلوس وحاجات كده، أنا مش فاهم قوي يعني، بس هي أكيد هترجعهم لنا يعني. أوكي. أول ما ترجعهم تبلغني، مفهوم؟ أوكي. لسه برضه مفيش أخبار؟ لا مفيش. إن شاء الله خير. على روي. جبت تليفون معايا. سلام. ايوه يا باشا اهو قدامي اهو. الو انسي تشكر يا عم على التوصيه. عيب يا حلوه ما تقولش كده، احنا اخوات يا راجل.